السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة إن شاء الله يا سنة رابعة درس جديد من دروس الجغرافيا بعنوان التأثير المتبادل بين الإنسان والبيئة. طيب، من التعريف كده يا سنة رابعة إحنا كلنا عارفين يعني إيه الإنسان. طب يا ترى يعني إيه البيئة؟ بنقول البيئة دي هي كل ما يحيط بالإنسان، كل حاجة بتحيط بينا، سواء كانت عناصر طبيعية زي المية والهواء والتربة، أو عناصر حضرية زي مثلا المباني اللي حوالينا. وده تعريف البيئة. طيب يا ترى البيئة اللي في مصر بقى نوع واحد ولا متنوعة؟ قال لي يا سنة رابعة بتتميز البيئات في مصر بأنها متنوعة. طيب زي ايه؟ قال لي عندي أول نوع مثلا هو البيئة الزراعية، ودي هنلاقيها يا سنة رابعة في الوادي والدلتا. طيب سكانها يا ترى هيعملوا بحرفة ايه؟ قال لي ان معظم سكانها بيعملوا بحرفة الزراعة. ايه كمان عندي من البيئات المصرية؟ عندي البيئة الساحلية، ودي بتكون موجودة حوالين البحار. طيب هيعمل سكانها بإيه؟ قال لي بيعمل معظم سكانها كمان بالأعمال البحرية أو الصيد. طيب البيئة الصحراوية بنلاقيها فين؟ بنلاقيها حوالين الصحاري. طيب يا ترى سكانها بيعملوا بإيه؟ قال لي خلي بالك إن البيئة الصحراوية بتتميز بنضرة المياه، المية فيها قليلة جدا، عشان كده هنلاقي إن معظم سكانها هيعملوا بالتعدين أو الرعي. عندي كمان البيئة الصناعية، ودي يا سنة رابعة هنلاقيها حوالين المدن. طيب سكانها بيعملوا بإيه؟ قال لي بيعمل سكانها بالصناعة أو حاجة خدناها قبل كده في الترم ده، الخدمات اللي هي المقصود بيها التعليم والصحة. وكده عرفنا إن البيئات المصرية بتتميز بالتنوع. طيب البيئة اللي أنا بتكلم عنها من أول الدرس دي يا سنة رابعة، يا ترى بتأثر في الإنسان؟ طبعا بتأثر في الإنسان. طب الإنسان هيأثر في البيئة؟ كمان الإنسان هيأثر في البيئة، وده اللي هنعرفه إن شاء الله مع بعض في درس النهاردة. تعالى نبدأ إزاي البيئة بتأثر في الإنسان. قال لي لو خدت بالك كده يا سنة رابعة هتلاقي إن البيئة بتأثر علينا في نوع الملابس. هنلاقي إن كلنا لما المناخ بيكون بارد كلنا بنحاول نلبس الملابس الصوفية الثقيلة. طيب والعكس تماما بيكون لما المناخ بيكون حار، كلنا مثلا بنحاول نلبس الملابس القطنية الخفيفة. طيب هتأثر علينا البيئة في ايه كمان؟ قال لي ان البيئة هتأثر عليا في نوع المأكل. كلنا لما بنروح مثلا نزور سكان البيئة الساحلية اللي هم بيسكنوا حوالين البحار، هنلاقي ان معظم اكلاتهم بتكون مأكولات بحرية زي الاسماك مثلا. طيب هتأثري علينا في ايه كمان يا بيئة؟ قالت أنا هأثر عليكم في المهنة أو الحرفة، زي ما أنا قلت لكم قبل كده في أول الدرس إن مثلا سكان البيئة الزراعية كلهم أو معظمهم بيشتغلوا بحرفة الزراعة. وبكده نبقى خلصنا إزاي البيئة أثرت في الإنسان. طيب يا ترى الإنسان إيه دوره بقى؟ هو كمان هيأثر في البيئة؟ طبعا هيأثر في البيئة وهيأثر تأثير كبير. طب إزاي وفي إيه؟ قال لي أول حاجة هيعملها الإنسان إنه هيبدأ يستصلح الأراضي الزراعية. يعني إيه يا ميس يستصلح؟ يعني أرض مش صالحة للزراعة هو هيقدر يخليها صالحة للزراعة. طيب هيعمل إيه كمان الإنسان؟ قال لي هيكون عنده بعض البحيرات المالحة، هيسيبها كده ما يستفادش بيها؟ قال لك لأ، قدر يجففها من المية وكمان يستصلحها ويخليها صالحة للزراعة. هيعمل ايه كمان الانسان عشان يخلص نفسه من مشكلة المية؟ هيبني حاجة اسمها القناطر والسدود، ودي هتحفظ له المية وكمان يبدأ يستخدمها مرة تانية وقت الحاجة اليها. هيعمل ايه كمان الانسان عشان يأثر في البيئة؟ هيزرع بعض المحاصيل مش خالص في اوقاتها. طب ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها الزراعة المحمية، هيعمل حاجة اسمها الصوبات، هيقدر يزرع فيها بعض المحاصيل مش مناسبة خالص للمناخ اللي بتتزرع فيه. هيعمل ايه كمان الانسان؟ قال لي يا سنة رابعة الانسان عشان يزود من الانتاج الزراعي بتاعه وعشان يتخلص من الحشرات والافات اللي بتاكل المحاصيل، هيخترع حاجة اسمها المبيدات الحشرية، وكمان هيعمل اسمدة يغذي بيها التربة الزراعية عشان المحاصيل عنده تزيد. طيب وبكده النهاردة يا سنة رابعة نكون خلصنا الدرس، واتمنى يا رب تكون كلكم فهمتوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.